الله دي جريمة بشعة هزت بلدة شقرة في قضاء بنت جبيل فجرا حين غادر مختار محمد ويزاني منزله وهم لقيادة شاحنته، ما أزعج جاره حسين محمود ذيب فأطلق الأخير النار على الشاب العشريني وأرداه قتيلا. ولشدة حزنه توفي والد الشاب بذبحة قلبية. تقوس خي الصبح اجت رصاصة بظهره وبي بعد شي ساعة عرف خي توفى، حكمت سكتة قلبية بالأرض وانا أخذناه على المستشفى طاقة منظر. الجريمة أثارت حالا من الغضب حيث هدم أقرباء القتيلين وأصدقاؤهما جزءا من منزل الجاني فيما ساد التوتر في البلدة. السبب هي أسباب هن الجرم القديم وفي مشاكل هيك على الطريق وما الطريق. عالم كله حزنين عليهم، شاب حرام من العشرينات راح الله يرحمه. وقد نقل القتيلان إلى مستشفى تبنين الحكومي فيما حضرت القوى الأمنية التي اعتقلت ذيب وفتحت تحقيقا بالحادث.